صباح الخير الشيخ إبراهيم السويطات. اليوم يوم الكلمة الطيبة في أورت طرشيحة، وإن شاء الله تكون الكلمة الطيبة في كل محل وزمان ومكان. ممكن تحكي لنا كلمة بمناسبة هذا اليوم؟ صباح النور شيخنا. الله يسعد صباحك أبو حنان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، الكلمة الطيبة وما أجملها من كلمة. هذه الكلمة الطيبة أوصانا الله سبحانه وتعالى باتباعها، وضرب لنا مثلا عظيما في فضلها، إذ قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. شبه الله سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة التي لها أصل طيب ومتين وقوي، يعني المقصود جذورها في الأرض متينة وقوية وفرعها في السماء لعظم هذه الكلمة. وقال سبحانه وتعالى: تؤتي أكلها كل حين. فدائما الكلمة الطيبة لها أثر طيب، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربي. وكذلك ضرب الله سبحانه وتعالى عن الكلمة الخبيثة، قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالكلمة الخبيثة لا أصل لها، جذورها غير متينة، فاجتثت يعني قلعت من فوق الأرض وما لها من قرار، أي ما لها من أثر، إلا على العكس لها أثر سلبي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهم هذه الأجيال وأن يفهمنا دوما وأن يجعلنا من أصحاب الكلمة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة فيها منفعة للقلوب، أنها تجبر القلوب المكسورة وتقرب البعيد وتحول العدو إلى صديق حميم. حتى الله سبحانه وتعالى أوصى نبيين عظيمين، موسى عليه السلام كليم الله، وهارون كذلك عليه السلام، أوصاهم الله سبحانه وتعالى بممارسة وقول الكلمة الطيبة حتى مع أطغى طغاة الأرض فرعون الذي ادعى الإلهية، قال: ما علمت لكم من إله غيري، تكبر وتجبر في الأرض. أوصى الله سبحانه وتعالى هذين النبيين العظيمين بقول الكلمة الطيبة له، فقال: وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعطيك ألف عافية شيخنا. ما فعاليات اليوم الكلمة الطيبة؟ نعم، المدرسة عندنا تبنت هذا اليوم، وطبعا خططنا لفعاليات وتوزعنا على 6 محطات بمعلومات ترشيحة بالمدينة عشان نصبح على الناس ونقول لهم كلمات حلوة وكلمات طيبة هذا اليوم. وأنا باسمي بدي أتمنى لكل طالب بمدرستي النجاح الدائم والصحة والسعادة لكل الناس أجمعين يعني. بتمنى الصحة والعافية للجميع. أنت كطالب يعني شو بتعني لك الكلمة الطيبة؟ شو بالنسبة لك الكلمة الطيبة؟ الكلمة الطيبة هي إشي أساسي اليوم بحياتنا، بدون كلمة طيبة يعني فش كلمة طيبة مع أمير عبليني حبيبي رئيس. شوي كمل. فش معنى الحياة بدون كلمة طيبة، يعني فش مع حدا كلمة طيبة ليش بمشيش بين اثنين. السؤال اليوم الكلمة الطيبة شو مع بكرة؟ طبعا إيش لازم يكمل، مش بس ليوم واحد، إيش لازم يكمل لكل على الدوام كله. الكلمة كمان مش ممكن يعني بس شرط تكون كلمة، يكون كمان عمل إنساني. يكون عمل طبعا، مش بس كلمة. يعطيك العافية أمير. مين بيحب يحكي؟ المعلمة سيلفيا، شو بتحب توجه رسالة للطلاب للناس في يوم الكلمة الطيبة؟ احنا ببث مباشر يعني لو سمحتوا. صباح الخير للجميع، صباح الخير طلاب وطالبات، صباح الخير. شو بتحبك توجهي كلمة للطلاب للناس من أور ترشيحة؟ أنا بحبك. تسلمي. أنا بكلمة طيبة، أنا بحب كل طلابي وأهالي طلابي وزملائي المعلمين معلمات. الكلمة الطيبة هي مش بس لما اخترعوها بشبكة أورت، طول عمري أنا من زمان أنا بآمن بالكلمة الطيبة والكلمة الحلوة والعطاء، مش جديد. أنا عملت أحد البروجكت من اللي عملتهم قبل 3 سنين، إنه رحنا عند المحافظة بالمنطقة، رحنا عند الشيخ إبراهيم، رحنا على دور الأيتام، وصلنا لمنطقة دير سانتا ماريا بالناصر، أعطينا، جمعنا ألعاب، جمعنا أواعي، أنا وشادي. كلمة
الكلمة الطيبة مش بس بهذا النهار، كلمة طيبة يوم ربنا يقدر كل إنسان على عطائه، لأن العطاء خصوصا بالأوضاع الموجودين إحنا فيها. شو الرسالة بتحب توجهيها؟ الرسالة بحب أوجهها لكل شاب وصبية موجودون من صف 7 لصف 12، ابدأ نهارك بكلمة حلوة مع أبوك مع أمك مع إخوتك، كمل وتعال على المدرسة قول صباح الخير للحارس. مش غلط إنه إحنا كلنا مع بعض ناس، إحنا ناس أول شيء، وما حداش يشوف حاله على حدا، لأنه كلياتنا آخر شيء سواسية. باسم حبيبي زميلي أخوي معانا كمان هون الأستاذ باسم. اليوم الكلمة الطيبة، شو عندك كلمة طيبة هون للطلاب للناس؟ الوجوه الحلوة يا معلم سلمي، هاي الكلمة الطيبة، شو أحلى من هيك يا شو طبعا. الهدف من هذا النهار حسب رأيك أنت؟ الهدف من إحنا قديش بنقدر نزيد كلامنا منيح، ونرجع للفلاسفة القدامى، هل الإنسان بطبعه خير أو شر؟ بهذا النهار إحنا بنذكر الإنسان طيب وإنسان منيح، ولازم يكمل يمرن حاله من صغير على أشياء منيحة بالوقت الصعب الموجود. نهارك حلو للجميع، شكراً. يعطيك ألف عافية أستاذ باسل. طبعاً نكمل هنا في مدرسة أور طرشيحة. شفت المديرة هون إذا مش غلطان سيقوم الطلاب بعد قليل بزيارة بعض الأماكن هنا في البلدة والمرافق لإعطاء وتقديم كلمة طيبة لكل من يريد أو يحتاج. سنتابع معكم عبر موقع أهلا هذه الفعالية بعد قليل إن شاء الله من مدرسة أور طرشيحة. صباح الخير للجميع، صباح الخير للجميع. مين لميا؟ تحبي تحكي كلمة؟ آه يلا احكي كلمة. تعرفين على حالك أول شيء؟ أنت هون بث مباشر لسه على الفيسبوك وتبع موقع أهلا. يلا احكي. صباح الخير. عارفين على حالك أول شيء؟ طلع على الكاميرا. تستحيش. يلا مع بعض، هاي صورة وبتحكي. شو الوضع؟ نحن لميا خليك. آه لميا، إيش بتحبي تحكي كلمة اليوم؟ عارفين حالك لميا إيش؟ لميا مغربة. مغربة منين؟ علي من طرشيحة. شو بتحبي بمناسبة اليوم كلمة الكلمة الطيبة، شو بتحبي تقولي للطلاب للناس بهذا اليوم؟ إن شاء الله يوم حلو. شو بتقول لك الكلمة الطيبة، شو بتعبر لك؟ مهمة بحياتك مش مهمة؟ طبعا. آه انت احكي. طيب من ينوح. وين المدير يا هذا؟ صور هذا صور. ايوه استاذ سهيل، تحب تحكي كلمه انت احد المنظمين لهذا النار، الكلمه الطيبه ماذا تعني؟ طبعا اليوم في حياتك الطيبه الناس تتذكر ان الكلمه الطيبه تخترق القلب. احنا نشجع الكلمات الحلوه من كل واحد. طبعا مدرستنا اليوم رح تعمل فعاليه كبيره. احنا عاملين 7 محطات مغطين معظم البلد، من نادي المسنين، المكتب البلدي، المدرسة الابتدائية في أنا طلاب رح يعلموا السوادس يعملون درس عن الكلمة الطيبة. رح نعمل محطة قدام مركز تجاري هواري. شو رسالتك بهذا؟ شو الرسالة يعني بدك تعبرها؟ الكلمة الطيبة ما فيها أي عاطل، ما تكونش غير منيح. احنا بدنا اياها لكل السنة مش بس ليوم واحد. طبعا هذا المهم. احنا بنشجع الناس دائما تتعامل بالكلام الحلو اللي بنزل الضغط. احنا عايشين بمجتمع مضغوط كثير وتكمل يعني مش بس اليوم وبكره ننساها. طبعا مش بس ليوم واحد، 365 يوم بالسنه الكلمه الطيبه لازم تكون موجوده. يعطيك الف عافيه استاذ سويه. كما سمعتم من المربي من الاستاذ سهيل مرعي عن ماهية هذا اليوم. إيمان ايمان
سنلقاكم بعد قليل إن شاء الله. תלמידי אורט מעלות ואורגל שיחה ביחד. התכנסנו ביחד לרגל יום המילה הטובה. ורצינו להגיד לך תודה למנכ"ל אורט. אנחנו רוצים להודות לך על כל התמיכה והעזרה שאתה נותן לנו. ותודה גם לזה שאתה עוזר לנו באורט מעלות ותומך. רוצים להגיד לך תודה רבה. תודה רבה שאתה גם עוזר ומשקיע בפריפריה. תודה רבה לכל המנכ"ל ומשרד החינוך. תודה על הכל ועל העזרה ועל התמיכה. بكر توم بالعربي بالعبراني صباح الخير فاتن من هيلة الإعدادية المديرة تبعت الإعدادية كلمة طيبة كل يوم لازم تطلع مش بس اليوم صباح الخير بكر توم لكل عام نحن اليوم أمرين ميلا توفا لكل الكهينة כוחה של מילה טובה ומילה יפה מאוד חזק. אני מתרגשת מאוד לראות מה קורה בבית הספר ובקהילה ביום הזה. רוצה להודות לרשת על המיזם היפה הזה של לעצור ולהגיד מילה טובה. אני מזמינה את כולם בשעה 10 לפתוח את הוואטסאפ ולכתוב מילה טובה לכל מי שאוהבים. תודה צביקה על המיזם הטוב הזה ועל כל ההשקעה בבתי הספר באורט במעלות תרשיחא. יום טוב לכולם.